اتكلم على الخيانه بشكل عام او اللي جه في بالك، لو في حاجه جت تانية في بالك. اوكي ماشي. لان خيانه الزوجه مثلا على فكره ما فيش راجل في الدنيا ما خانش مراته، فيش راجل ما خانش مراته خالص خالص. ليه بقى؟ ليه هقول لك على حاجه ليه؟ لان مفهوم الخيانه عندي يبدا من النظره ويبدا من الكلمه. الخيانه على فكره انواع كتير بين الرجل والمراه، مش خيانه جسد ده خيانه فكره. فربما اكيد في الحياه كلها بصيت لواحده ممكن تكون هبل يعني. فنتكلم بقى في الخيانه الايه العامه. الخيانه العامه ماشي في الحياه. انا صدقيني كنت مين قبل كده؟ ما انا كنت هقول لك صدقيني كنت مجدي، لكن عمري ما تعمدت ان انا اخون حد، حتى لو هو خدها خيانه عمري ما تعمدت، اني بكره الصفه دي. مين خدها خيانه؟ مين حد اعتبر انك خنته؟ مين حد اتهمك بالخيانة قبل كده؟ مين اتهمك بالخيانة؟ والله يا أميرة أنت عارفة ما في، والله فكريني. ممكن على فكرة، بس الخيانة كلمة كبيرة جدا لأن أنا دقتها فاهمة؟ بس ممكن أكون خنت حد من غير ما أعرف. طيب معرفش مين اللي خانك خيانة كبيرة جدا مش قادر تنساها لحد دلوقتي؟ حصل كتير طبعا من زملاء في المهنه وغيره، وكان ده برميها ورا ظهري. ده اللي يهمني. بس صديق. صديق وجعك، خانك. خانك ووجعك. بكيت. خانك كانت واضحه جدا. بكيت. لا بكيت من جوايا على السنين. ايه اللي حصل؟ الدموع. مين صديقك؟ انا 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 صديق. صديق في المهنه كمان؟ صحفي قريب من ذلك. لسه كان صديقك من قريب او لسه ما زلتوا اصدقاء؟ حاليا معرفه، لان انا بعد الخيانه. خانك ازاي؟ مش هقدر احكي تفاصيل، لكن في الاخر كانت الخيانه خاصه بان انا كنت رايح بقلبي جديد جدا في حاجه لمصلحته هو، عشان يرجع يشتغل تاني. ما اعرفش بقى، ما تتدخلنيش. انا كان قلبي هو اللي بيحركني. بتساعده، تقف جنبه. وده واجب على فكره. كنتوا هتشتغلوا مع بعض، كنتوا هتعملوا حاجه مع بعض. ما كانش منا ولا تفضل مني، ده واجب. بس كنتوا هتشتغلوا مع بعض، كنتوا هتعملوا حاجه مع بعض. في الاخر هو عملها لوحده. لا ما تدخلنيش ارجوكي. انا بخمن يعني، خمن بس والله. لا على فكره انا مش مو يعني شوف. اصل الخيانه من زميل او حد معرفه او الكلام ده وكده، غير لما يبقى صديق. لا ده صديق. صديق عمر. صحفي ومذيع ايضا. ماليش دعوه، انا ما بقولش حاجه، انا بكمل. احنا بنتكلم عن هل بشوفي على قد قلبك ما بيكون حاسس بالبني ادم وعامل حساب عشه السنين ودخلها بروحك قوي، على قد الالم لما يحصل ده. اولا عايز اقول لك على حاجه، تقريبا معظم الوسط الصحفي والاعلامي عارف القصه دي. ايوه معروف، يمكن الناس ما تعرفهاش، بس انا ما صعبش عليا مجدي ولا 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 الشغل. اصل انا اقول لك على حاجه، انا حسبتي تانية خالص. انا لا هعمل ولا بعمل اللي عملته، الحمد لله. الله اعلم، ممكن تعمل تاني. لا انا سعيد. أعلم. اسمي والمكانه اللي وصلت لها عند الناس مظبوط، وستر ربنا المادي كمان، مش هعمل زيه. ايوه بس كده كان حضرتك بتقول انا بقيت في المرحله الملكيه خلاص. لا ده انا عديت المرحله الملكيه، وممكن اقول لك انا وصلت لفين، بس انا عايز اكمل لك الحته دي واقول لك انا وصلت للمرحله ايه. بس الحته دي صغيره جدا. لكن اللي المني واوجعني مش اللي راح في داهية، السنين والأيام. أيوه على فكرة. لما تيجي لحد شخص قريب منه جدا خانه، ما اوعي تعتقدي انه بيفكر في الخسائر دي ولا حاجة قدام السنين اللي عشتها انا وانت او انا وانت، وانا ما اعرفش انك كده، وانا ما اعرفش انك كده. فساعتها ابتديتوا من تحت الصفر مع بعض وايام وسنين طويله. والله ما هقول، مش على فكره، مش ما انت كده بتقولي. مش هقول على فكره، انا مش هقول، مش هقول على فكره. قلت له خنتني، صرحته، واجهته، قلت له انت خنتني.
انا ما عنديش بقى في اجابته كانت ايه؟ اصلك مش فاهم، اصلك مش... انا ما بحبش حد يستغبني. اصل لا اصل انا هقول لك على أزك؟ لما تتحول أزك؟ الاحوال بيني وبين اميره وانت زميله وصديقه ويعني اقدر اقول انك انت كنت تلمستي في وقت من الاوقات طبعا، وده شرف لي طبعا. لا شرف لي انا ف ف ف, ف... اتصدم فيك كتير أيوه. سنين طبعا. ف ما ينفعش على الاخر، ما ينفعش خالص ان انا اعمل شيفت في العلاقه من غير ما اقول لك ليه، لان هي مش فجاه. فصارحته وواجهته. اذاك، هل خيانته كان سببها اذى كبير ليك؟ اذى مستمر لغايه اللحظه دي. ليه بقى؟ لان تم مش ترويج، تصور الكثيرون انه ما نتج عن هذا الفعل هو حاجه تخص مجدي وهي ما تخصنيش. يعني فاهم، لما نكون انا وانت بنعمل مشروع واحد وبعدين تحصل حاجه وانت تعملي الموقف ده، فاقول لك لا ده 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 مجدي اللي اترفض، مع ان انا اللي جايب الموافقه. اظن بتبان. لا خلاص، باعك باعك. على فكره حضرتك قلت دلوقتي معلومات جديده ما كانتش عندي، فانا مخضوضه برضه. يعني كنت فاكره الموضوع ابسط من كده. لا اعمق من كده.